السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته في حلقة جديدة من دروس الاختراق والحماية. معكم حمزة من موقع www.hackers.com. في هذه الحلقة سوف نتعرف على طريقة اختراق كاميرات المراقبة. ليست الطريقة التي قد تبادر إلى بالك وهي عن طريق الدركات، لكن هذه الطريقة مطورة نوعا ما عن طريق البحث عن الاي بي ادريس المفتوح فيه بورت التي تستعمل الكاميرات المراقبة، والبورت إما بورت 80 أو بورت 88 أو بورت 23. سوف نقوم أو نمر إلى الشرح مباشرة. لا تنسى زيارة موقعنا لمزيد من الشروحات، لأنني لا أقوم بعمل فيديوهات كثيرة، ولكن أقوم بعمل تدوينات في مجال الحماية والاختراق. أن نمر إلى الشرح، سوف تقوم بتحميل برنامج أنجلي إي بي سكانر، هو المستعمل في هذه الحلقة والذي سوف نستعمله في هذه الطريقة. بعد ذلك سوف تأتي مثلا تريد أن تقوم باختراق كاميرات مراقبة مثلا إسرائيل أو أي دولة تريدها، أمريكا، يونايتد كينغدوم، أي دولة تريدها، تقوم بالذهاب إلى جوجل. أيضا كفكرة أو كإضافة لك، يمكنك أيضا أن تقوم ب إذا هناك طريقة يمكنك أن تخترق مثلا بها مثلا تعريف شركة وتريد أن تخترق كاميرات المراقبة الخاصة بها، سوف نتطرق إليها في الحلقات القادمة. لكن أولا نبدأ بهذه الطريقة حتى تعرف أولا النظرة التي أو الطريقة التي قد تستعمل. تقوم فقط بكتابة IP address وتقوم ب مثلا أمريكي على سبيل المثال. كما ترون يعطيك هنا مجموعة من الIP. أوكي، أنا أقوم بتغيير ما كتبناه. أمريكية على سبيل المثال، أمريكي وليس أمريكية. كما ترون سوف تقوم بالدخول إلى حد هذه نتائج البحث وتقوم بنسخ IP معين. بعد أن تقوم بنسخ الIP الذي تريده، الآن طريقة التعديل عليه، نأتي إلى هذا البرنامج وأقوم بوضع هذا الIP address، لكن سوف أعدل عليه. قم بحذف ثلاث الأرقام الأخيرة وقم بوضع واحد، يعني حتى يبحث من واحد إلى 255. ونقوم بالبحث حذف الأرقام الأخيرة، ونقوم بكتابة 255. الآن سوف نقوم بالضغط على Start، أو فقط نمر إلى بعض التعديلات المهمة والمهمة جدا. Tools ثم Preference، نأتي إلى Ports. Ports هنا سوف نقوم بوضع هذه البورتات 80 ثم البورت 23 ثم البورت 88. أوكي، ثم نأتي إلى Display، سوف تجده هنا. نضغط على Host with Open Port Only، يعني البورتات فقط أو الIP address المفتوح في هذا البورت. أوكي، ثم نأتي إلى Tools مرة أخرى ثم Fetches. هنا سوف نقوم بإضافة الويب ديتكتد، سوف تجد هنا Available Fetches، نقوم بالتعليم عليها ونقوم بالضغط على هذه العلامة. أوكي. الآن نضغط هنا على Start، أظن أننا عدلنا على كل شيء. أوكي، Start، ثم ننتظر فقط حتى يتم البحث أو ينتهي من البحث. كما ترون هنا الIP الذي أو الكاميرا التي استهدفتها هي كاميرات إسرائيلية. كما ترون هنا الدوميل .al. ننتظر. كما ترون هنا أعطانا كاميرتين مراقبة DVR. سوف أريك كيف تعرف أن كاميرا أو إما كاميرا أو روتر. نصر فقط حتى يبحث، وبذلك نقوم كما ترون انتهى من البحث، انتهى من البحث. total time 33 ثانية، سحب لنا جميع الكاميرات، ليس جميع الكاميرات الموجودة في إسرائيل، فقط المتاح في هذا البورت، أو فقط من 1 إلى 155. سوف تقوم بتحميل هذا الملف المهم الذي سوف أضعك تحت الفيديو. هذا الملف يحتوي على مثلا إذا وجدت في الويب ديتكتد، هنا وجدت ويب ديتكتد، وجدت مثلا فيه ويب ديتكتد، تحدث عن الويب ديتكتد. اوكي، وجدت فيه روم بيجر، يعني روتر. وجدت UC HTTP D، هي CCTV كاميرا. كفكرة CCTV كاميرا هي اختصار لسيركوي او كلوزد سيركوي تي في، يعني كاميرا يعني دارة تلفزيونية مغلقة على هذا الشكل. هناك ايضا توجد DVD DVR DVS، يعني فقط واضحة من اسمه، ميكرو HDD هو روتر.
وأيضا هناك مجموعة من الدومينات أو الويب ديتكتد الأخرى. الآن هنا الديفولت يوزر نيم أند باسورد، هذه مجموعة أو الأغلبية من الكاميرات تستعمل هذه المعلومات في الدخول، أدمن ثم الباسورد أدمن، وأيضا هناك من تستعمل لا تستعمل باسورد، وهناك من تستعمل 1 2 3 4 5، وهناك من تستعمل 99. مثلا إذا لم تجد أي من هذه الدومينات وجدت كاميرا يمكنك البحث عنها في جوجل، في جوجل عفوا. الآن نمر مثلا كما ترون وجدنا DVR DVS، ونعود إلى هنا DVR DVS يعني CCTV كاميرا أو كاميرا كاميرات مراقبة، نقوم بالدخول إليها كوبي، ثم نذهب إلى المتصفح. كما ترون هذه صفحة الدخول، هناك طريقتين أو 3 طرق للدخول إليها، لكن سوف نقوم بشرح فقط طريقتين في هذه الحلقة. الطريقة الأولى هو أن تستعمل هذه الباسوردات التي وضعتها لك. اليوزر نيم هو أدمن، نقوم بتجربة اليوزر نيم هو أدمن والباسورد هو أدمن. أوكي، نقوم بالتجربة أدمن. أوكي، ثم نضغط لوجين. خطأ، سوف أقوم بتجربة مرة أخرى. اليوزر نيم أدمن، سوف أقوم بنسخ ولصق حتى تتأكد أن لا يقوم بأي خدعة أو أي شيء. وعفوا أنتم تعرفونني أنني لا أقوم بخداع أو أي دروس لا تنفعكم. أدمن والباسورد أيضا بلونك باسورد يعني لا يوجد باسورد، ثم لوجين، ثم أوكي. اليوزر نيم أدمن، ثم الباسورد 1 2 3 4 5، ثم نضغط على اللوجين. إخواني الكرام، الآن تم عملية الدخول. سوف يطلب منك أن تقوم بتنصيب هذه الإضافة، إضافة حتى تشتغل معك هذه الكاميرا. نقوم بالضغط عليها حتى يتم تحميل أوكي، ثم أوبن، ثم يس. نقوم بتنصيب هذه الإضافة نيكست فينيش. الآن تم تنصيب الإضافة، نقوم بتحديث الصفحة. ظنوا ستعمل معنا. لا نعم إخواني الكرام، إذا لم تعالج المشكلة تقوم بإعادة تشغيل المتصفح أو إغلاق المتصفح وفتحه، وإذا لم تعمل أعطاك نفس المشكلة تقوم بنسخ نفس الـ IP address. لا مشكلة، لدينا جميع الحلول. ثم نقوم بالدخول إلى متصفح آخر غير المتصفح الذي تستعمله. الآن ننتظر. كما ترون هنا الدخول أدمن والباسورد هو 1 2 3 4، نقوم بنسخه أوكي، ثم لصق لوجين. الآن ننتظر أن يتم الدخول أو تتم عملية الدخول إلى هذه أو لوحة تحكم الكاميرات. الآن كما ترون هذه الكاميرات تظهر هناك 9 كاميرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. أوكي، الآن نأتي إلى تشغيل، نضغط هنا حتى نقوم بتشغيل هذه الكاميرات. كما ترون الكاميرا الأولى اشتغلت، وشارع إسرائيلي، شوارع إسرائيلية. هذه الكاميرا أظن لش تشتغل. كاميرا 7 وكاميرا 9 أظن لا تشتغل. كما ترون جميع الكاميرات شغالة، ويمكنني أن أرى ماذا يحدث الآن أو أن أجلس على هذه الشارع أو الشركة. كما ترون مثلا هذه شركة أو ممر أو لا أعرف ما هذا. يمكنك التحكم بتطوير الكاميرات أو تغيير الاتجاهات من هذه اللوحة. هنا الإضاءة عفوا، أو دون أرى PTZ سبيد، تحكم بسرعة هذه الكاميرات. هنا اللايت، يعني أنت سوف تعرف هذه أو هذه الإعدادات عندما تقوم بتطبيق هذا الشرح. أنا أريك الطريقة هنا من أجل أن تقوم بتصوير يعني أن تقوم بتصوير هذه المنطقة أو تصوير هذه ما يحدث. فقط كابتشر أو صورة، هنا تسجيل فيديو إذا أردت أن تقوم بتسجيل الفيديوهات. هناك أيضا البلاي باك، البلاي باك قد يحتوي أظن على الفيديوهات التي تم تسجيلها أو لا أعرف.
هناك يمكن كتشغيله من هنا. ستوب سكريبت، ندخل الى اللوج. مثلا جمع اللوج الذي جميع معلومات الذين دخلوا الى هذه الصفحه. مستحسن تقوم بتغيير الاي بي ادريس الخاص بك قبل القيام بهذه العمليه. فقط كنصيحه اذا اردت تلعب بهذه الكاميرات، اما اذا دخلت فقط لترى فلا مشكله. هنا الكونفيجريشن يمكنك ان تقوم بتغييرها الى اسمك او تقوم بتغيير اي شيء هنا، مثلا بالنسبه للمعلومات هذه الكاميرا كالكاميرا لا يمكنك تغييرها، يمكنك فقط النيم والديفايس نمبر. اذا هناك نيتورك سيتينجز، يمكنك ايضا تغيير كمثلا هنا مجموعه من الاعدادات يمكنك ان تتحكم بها. ناتي الى اللايف فيو هنا، هذا ما يهمنا نحن. يمكنك توقيف هذه الكاميرات، لكن هناك مجموعة من السكريبتات التي لا تدعم هذه الطريقة. مثلا تقوم بإيقاف الكاميرا عن العمل، سوف تستضيف في بعض الاي بي ادريس الاخرى او الاي بي ادريس اخر. يعني هذا مهم الامر اخواني الكرام، ارجو ان تكون هذه الطريقة قد عجبتكم. هناك مجموعة من الشروحات الاخرى عن اختراق كاميرات المراقبة سوف نتطرق اليها قريبا في الحلقات القادمة. الان انتهينا من هذا الشرح. لا تنسوا زيارتنا على موقعنا www.ishackers.com. هذا الموقع اخواني الكرام اقوم بعمل في بعض الشروحات او طرق الاختراق التي لا اعملها في فيديو. فقط تتبع الموقع سوف تجد مجموعة من الطرق، لاني لا اقوم بعمل فيديوهات كثيرا. وايضا اخي الكريم، اذا اردت ان تشرفنا في القناه بالضغط على سبسكرايب حتى تصل كل جديد، وايضا ان تقوم بالضغط على لايك اذا اعجبك هذا الفيديو او اداره الانضمام الى مجتمعنا. سوف تجد الدعم المتواصل في الصفحه. اذا اردت طرح مشكله او طرح شرح او اردت مساعده فتفضل وضغط لايك على صفحتنا وموصلتنا. الى اللقاء الى حلقه قادمه ان شاء الله. لا تنسوا اخواني الكرام، اذا اعجبكم هذا الفيديو الضغط على لايك لايك لايك، لان لايك اخي الكريم انت بالنسبه لك لا تعني شيء، لكن بالنسبه لي تشجيعات، اعرف انك تريد ان اواصل. الى اللقاء.